بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. لما قتل أحد ابني آدم أخاه وصار جثة فإنه ضاقت حيلته ماذا يصنع بهذه الجثة، لأنه أول قتل وقع في الأرض ولم يسبق أن وقع مثله، لذلك تحير في جثة أخيه ماذا يصنع بها. قيل إنه كان يحمله معه. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له كيف يصنع بهذه الجثة ويريحه من التعب. فبعث الله، أي أرسل غرابا وهو الطائر المعروف، يبحث في الأرض، يحرث في الأرض برجله لأجل أن يريه، يعلمه كيف يواري، أي كيف يخفي ويستر سوءة أخيه أي جثته، لأن جثة القتيل عورة يجب أن تستر. كيف يواري سوءة أخيه؟ قال: يا ويلتى، تندم لما رأى ذلك، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ تندم من ذلك. يقال إن الغراب قتل غرابا آخر فحفر له ودفنه، فابن آدم اقتدى به في ذلك فحفر لأخيه ودفنه. فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين، من النادمين على عدم معرفته ماذا يفعل بجثة أخيه، وأن الغراب صار خيرا منه في ذلك، ولم يندم على قتل أخيه، وإنما ندم على ما حصل منه من الحيرة في شأن جثته. هذا هو الظاهر والله أعلم. وإن كان الندم على قتل أخيه فهذا توبة، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى معقبا على هذه القصة ومحذرا من تكررها وسفك الدماء بغير حق، قال: من أجل ذلك، أي من أجل ما حصل من ابن آدم مع أخيه، كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا على بني إسرائيل، أي فرضنا عليهم وشرعنا لهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس، يعني بالقصاص، أو فساد في الأرض كقطاع الطرق
دعاة الضلال والإلحاد الذين ينشرون الإلحاد والكفر وكذا وغير ذلك من أنواع الفساد. الذي ينشر الفساد في الأرض في العقيدة أو في الدماء أو في أموال الناس، يتعدى على حرماتهم في عقيدتهم وفي دينهم وفي أموالهم، فإنه مفسد في الأرض، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فالنفس لا تقتل إلا بحق، وهذا الحق إما أن يكون قصاصا نفس بنفس كما قال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أي التوراة أن النفس بالنفس، أو يقتل لأنه مفسد في الأرض بأي نوع من الفساد المتعدي على الناس، فإن قتله في غير هاتين الجريمتين أنه معصية عظيمة كما قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهنا قال جل وعلا فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه إذا تجرأ على قتل نفس واحدة بغير حق فإنه يتجرأ على بقية النفوس، وكذلك يسن لغيره قتل النفوس بغير حق، فيكون كمن قتل الناس جميعا. ومن أحياها أي أحيا نفسا حافظ عليها من القتل أو من الهلاك فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه إذا أحيا نفسا واحدة فإن ذلك يعوده على إحياء النفوس الكثيرة، وكذلك يسن لغيره إحياء النفوس فتنتشر الحياة في الناس والإحسان واحترام الدماء، وبذلك يحصل الاطمئنان والأمان على النفوس كما قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الله جل وعلا ثم إن كثيرا منهم أي من بني إسرائيل بعد ذلك أي بعد هذا الذي كتبه الله عليهم في الأرض لمسرفون، فلم يحترموا عهود الله ومواثيقه وما كتبه عليهم من احترام النفوس، بل أسرفوا في القتل، حتى الأنبياء كانوا يقتلونهم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويعيثون في القتل، فكان ذلك جريمة مضطردة في بني إسرائيل، مع أن الله كتب عليهم ما ذكره في هذه الآية وكتب عليهم القصاص في النفوس، ومع هذا لم يرتدعوا ولم يكفوا عن قتل النفوس بغير حق. ثم إن كثيرا منهم، ولم يعمم الحكم عليهم كلهم وإنما قال كثيرا منهم، وفيهم من هو ملتزم بأمر الله وطاعته ومحترم للنفوس، ولكن الكثير منهم وهذا ذم لهم كانوا على عكس ذلك. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.